السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم جميعا، يا رب تكونوا بخير. لأول مرة يشوف قناتي أنا نادية عبد العزيز. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة جديدة جدا حلوة قوي، إن شاء الله هتعجبكم. هعمل هنا مكرونة من غير بشاميل وكلها في صينية واحدة بس، بدل ما نقعد نستخدم أطباق كتير وحلال كتير وحاجات كتيرة كده. إن شاء الله هتعجبكم جدا. يلا بينا نبدأ بسرعة. عندي هنا حوالي معلقتين من السمن البلدي أو الزبدة، هحطهم كده في صينية على النار. وبعد كده هنزل ببصلتين متقطعين مكعبات صغيرة كده زي ما انتوا شايفين، وهبدأ ان انا اقلب فيها بالشكل ده كده لحد لما يعني لونها كده يبدأ يدبل كده ويغير معايا. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هنزل بنص كيلو من اللحمة المفرومة، وهبدأ أقلبها بالشكل ده كده لحد ما لونها يغير. لسه طبعا ما حطيتش عليها ولا ملح ولا اي بهارات خالص ولا اي حاجه، انا بس بستنى كده لحد لما لونها يغير، بعد كده هضيف عليها البهارات والملح بتاعنا. هنا كده خلاص اللون بتاعها بدأ يغير معايا، هضيف عليها بقى البهارات بتاعتي، فلفل اسود وملح وحوالي معلقة صغيرة كده من البهارات السبعة. تقدروا كمان تضيفوا حبهان بس انا ما ضفتش واكتفيت بدول بس. هي كده خلاص اللون بتاعها غير معايا واستوت تماما. هديها بقى هنا كده يعني قرن فلفل سبايسي كده علشان يخليها بس يعني سبايسي مش اكتر، مش هتكون حر قوي بس يعني هيكون ليها يعني طعم كده، اللي مش حابب ما يضيفهاش. تقدر تضيفي برضو فلفل ما يكونش حامي. بعد كده بقى هنا هضيف كيسين من المكرونة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا الطريقة دي ما وفرت معانا كتير جدا، ولا استخدمنا بقى سلق مكرونة في حلة، ولا استخدمنا بقى اللحمة في حلة تانية، ولا اي حاجة خالص، كله في حلة واحدة بس. وحقيقي طعم خطير، هتعجبكم جدا جدا جدا، وان شاء الله هتعتمدوها. مش تاخد معاكم 10 دقايق. هبدأ اقلب المكرونة كويس قوي. بعد كده بقى هنا هحتاج حوالي نص كيلو من اللبن، وياريت يكون لبن دسم شوية، هضيفه. بعد كده بقى هبدأ ازود مية لحد لما اغطي المكرونة بتاعتي. وهنا كمان ضفت معايا مكعب مرقة دجاج، بضيف مية لحد لما المكرونة تكون استوت معايا تماما. لو المكرونة لسه ما استوتش اقدر اضيف مية تاني، ولو عندك شوربة هيكون افضل كتير، بس لو ما عندكيش تقدر تضيفي مية بالشكل ده. هي كده خلاص السوائل بتاعتي غطت المكرونة تماما. هنا بقى ولا عملنا بشاميل ولا اي حاجة خالص،
مكرونة هنا طبعا فيها نشا، فهي هتقل الصوص معايا وهيكون افضل من البشاميل بكتير جدا جدا. هنسيبها بقى لحد لما تستوي تماما مع التقليب المستمر علشان المكرونة ما تلزقش تحت في القاع من تحت الصينية. فهبدأ ان انا اقلب فيها كويس قوي، الصوص واحدة واحدة هيبدأ يتقل معايا كده وهيديني طعم خطير. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده ببدأ ان انا يعني اقلب فيها كويس قوي واتأكد ان يعني مفيش من فوق كده حاجة مش طايلها سوائل علشان تستوي معايا. وزي ما قلت لكم لو المكرونة السوائل نشفت من عليها وهي لسه ما استوتش تقدروا ان انتوا تضيفوا مية تاني عليها او شوربة. والناس اللي بتخاف ان الحاجات دي ممكن تعجب منها علشان مش مسلوقة، بالعكس خالص، هتشوفوا النتيجة في الاخر هتبهركم جدا. طول ما بتقلبي فيها كده هتكون سايبة بعضها خالص ومش هتعجن ابدا. شايفين بقى هنا كده الصوص بدأ يتقل معايا، هي كده خلاص استوت. تقدروا على فكرة ان شكلوها يعني لحد هنا كده تماما، بس انا هضيف كمان تركاية صغيرة كده هتديها طعم وشكل كمان حلو جدا. هبدأ بقى كده ان انا اضيف مكرونة جبنة موتزاريلا على الوش كده عشان تديني المطة كده وتديني كمان طعم حلو قوي. انتوا عارفين الجبنة الموتزاريلا لما بنضيفها على اي حاجة بتدي طعم حلو جدا. لو عندك اي نوع جبنة برضو تقدر تضيفيه، مش شرط جبنة موتزاريلا. ببدأ كده اوزعها بالشكل ده، بعد كده دخلتها الفرن اخدت لون وبقت بالشكل الجميل ده. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ حقيقي طعمها خطير جدا، مش تاخد منك وقت خالص، وهتعمليها لاولادك بسرعة جدا جدا لو مستعجلة او لو عندك ضيوف او حتى لو بالليل مش عارفة تعملي ايه، هتقدري ان انتي تعمليها بسرعة جدا وطعم حقيقي خطير. شايفين سايبة ازاي؟ كل واحدة سايبة التانية، مش لازقين في بعض خالص. شايفين جميلة ازاي وحقيقي طعمها خطير. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم، وان شاء الله بإذن الله تجربوها وتقولي رأيكم في التعليقات. وطبعا لو عجبتكم الوصفة اتمنى تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.